السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو ضرب وقسمة عددين صحيحين. ضرب وقسمة عددين صحيحين، خلينا نبلش. ضرب عددين صحيحين، على اليمين عندي ناقص خمسة في ناقص ثلاثة، ناقص خمسة في ناقص ثلاثة، ناقص في الناقص. لاحظوا عملية أول شيء، وأول شيء بالنسبة لضرب عددين صحيحين نضرب الإشارة في الإشارة ثم العدد في العدد. ناقص في ناقص زائد، خمسة في ثلاثة خمستاش، زائد خمسة في ناقص ثلاثة، زائد في الناقص ناقص، خمسة في ثلاثة خمستاش. المثال الثالث، ناقص خمسة في زائد ثلاثة، ناقص في الزائد ناقص، وخمسة في ثلاثة خمستاش. المثال الرابع، زائد خمسة في زائد ثلاثة، زائد في الزائد زائد، خمسة في ثلاثة خمستاش. أعيد، إذن لما نضرب عددين صحيحين أول شيء نضرب الإشارة بالإشارة بعدين العدد في العدد. هل ضرب الإشارات لو الإشارتين نفس الشيء الجواب موجب، لو الإشارتين مختلفتين الجواب سالب. يعني ناقص في الناقص زائد، وناقص في الزائد ناقص، تمام، وزائد في الناقص شو الجواب؟ نعم ناقص، لأنه إشارتين مو مثل بعض، وزائد في الزائد زائد. أعيد قاعدة ضرب الإشارات، إذا الإشارتين مثل بعض الجواب موجب، إذا الإشارتين مو مثل بعض، واحدة موجبة واحدة سالبة، واحدة زائد واحدة ناقص، الجواب ناقص. أرجع للأمثلة، ناقص خمسة في ناقص ثلاثة، أولا ناقص ضرب الناقص، ناقص ضرب الناقص زائد، بعدين خمسة في ثلاثة خمستاش، إذن جواب ناقص خمسة في ناقص ثلاثة زائد خمستاش. المثال الثاني، زائد خمسة في ناقص ثلاثة، زائد في الناقص، زائد في الناقص ناقص، لأنه الإشارتين مو مثل بعض، إذن زائد في الناقص ناقص، خمسة في ثلاثة خمستاش. المثال الثالث، ناقص خمسة في زائد ثلاثة، أول شيء ناقص في زائد، جواب ناقص، خمسة في ثلاثة خمستاش. المثال الرابع، زائد خمسة في زائد ثلاثة، زائد في الزائد زائد، خمسة في ثلاثة خمستاش. برافو. هلا المثال الثاني أو المجموعة الثانية على اليسار، ناقص تسعة في ناقص أربعة، ناقص تسعة في ناقص أربعة، ناقص في ناقص زائد، تسعة في أربعة ستة وثلاثين، إذن جواب زائد ستة وثلاثين. زائد مثال ثاني، زائد تسعة ناقص أربعة، زائد تسعة في ناقص أربعة، أول شيء زائد في ناقص، قديش؟ زائد في ناقص، أكيد ناقص، تسعة في أربعة ستة وثلاثين، إذن زائد تسعة في ناقص أربعة، جواب ناقص ستة وثلاثين. المثال الثالث،
ناقص 9 في زائد 4. ناقص 9 في زائد 4، أول شيء ناقص في الزائد، ناقص 9 في 4 36، إذا الجواب ناقص 36. زائد المثال الأخير، زائد 9 في زائد 4، زائد 9 في زائد 4، زائد في الزائد، زائد 9 في 4 36، 9 في 4 36. إذا في ضرب عددين صحيحين نضرب الإشارة في الإشارة، وقواعد ضرب الإشارات ناقص في ناقص زائد، زائد في ناقص جواب ناقص، ناقص في الزائد جواب ناقص، وزائد في الزائد جواب زائد. هلا ننتقل لقسمة عددين صحيحين. المجموعة الأولى على اليسار، على اليمين عفوا، ناقص 15 تقسيم ناقص 3، ناقص 15 تقسيم ناقص 3. أول شيء نقسم الإشارة على الإشارة، بعدين العدد على العدد. قسمة الإشارات تشبه ضرب الإشارات، يعني إذا قسمنا إشارتين مثل بعض الجواب موجب زائد، وإذا قسمنا إشارتين مو مثل بعض الجواب ناقص. هلأ أول مثال، ناقص 15 تقسيم ناقص 3، ناقص تقسيم ناقص زائد، 15 تقسيم 3 5. مثال ثاني، زائد 15 تقسيم ناقص 3، الزائد تقسيم ناقص ناقص، 15 تقسيم 3 5، الجواب ناقص 5. المثال الثالث، ناقص 15 تقسيم زائد 3، ناقص تقسيم زائد ناقص، 15 تقسيم 3 5، إذا الجواب ناقص 5. المثال الأخير، زائد 15 تقسيم زائد 3، زائد تقسيم زائد زائد، 15 تقسيم 3 5، إذا الجواب زائد 5. إذا لما نقسم عددين على بعض، أول شيء نقسم الإشارة على الإشارة، بعدين العدد على العدد. تقسيم الإشارات، الإشارات اللي نفس الشيء جوابها بالتقسيم يطلع زائد، إذا مو نفس الشيء جواب دوما ناقص. خلينا ننتقل للمجموعة الثانية اللي صايرة على اليسار، شايفينها، ناقص 24 تقسيم ناقص 4، ناقص تقسيم ناقص زائد، 24 تقسيم 4 6، إذا ناقص 24 تقسيم ناقص 4 جوابها زائد 6. برافو. المثال الثاني، زائد 24 تقسيم ناقص 4، زائد 24 تقسيم ناقص 4، زائد تقسيم ناقص ناقص، 24 تقسيم 4 6، إذا الجواب ناقص 6. المثال الثالث، ناقص 24 تقسيم زائد 4، ناقص 24 تقسيم زائد 4، ناقص تقسيم زائد ناقص، 24 تقسيم 4 6، إذا المثال الأخير، زائد 24 تقسيم زائد 4، زائد تقسيم زائد زائد، 24 تقسيم 4 6. أعيد، المجموعة الثانية على اليسار، ناقص 24 تقسيم ناقص 4، الجواب زائد 6، لأنه ناقص تقسيم ناقص زائد، ال 24 تقسيم 4 6. مثال ثاني، زائد 24 تقسيم ناقص 4 يساوي ناقص 6، لأنه زائد تقسيم ناقص ناقص، وال 24 تقسيم 4 6.
المثال الثالث ناقص 24 تقسيم زائد 4 يساوي ناقص 6، لأنه ناقص تقسيم زائد ناقص، و24 تقسيم 4 6. المثال الأخير زائد 24 تقسيم زائد 4 زائد تقسيم زائد زائد، 24 تقسيم 4 6. وهيك بنكون وضحنا فكرة ضرب عددين صحيحين وقسمة عددين صحيحين. وأعيد الفكرة للمرة الأخيرة، لما نضرب أو نقسم عددين، نضرب عددين نضرب الإشارة في الإشارة بعدين العدد في العدد، نقسم عددين نقسم الإشارة على الإشارة بعدين العدد على العدد، تمام. الآن مجموعتين من أو مجموعة من التمارين، مجموعة للضرب ومجموعة للقسمة، بدي اياكم تحلوا هالتمارين هاي. التمرين الأول زائد 7 في زائد 2، المثال الثاني زائد 7 في ناقص 2، المثال الثالث ناقص 7 في زائد 2، المثال الرابع ناقص 7 في ناقص 2. هاي أربع أمثلة عن الضرب، وتذكروا نضرب الإشارة في الإشارة بعدين العدد في العدد. الأمثلة الأربعة الأخيرة ناقص 18 تقسيم ناقص 3 زائد 18 تقسيم ناقص 3 ناقص 18 تقسيم زائد 3 زائد 18 تقسيم زائد 3. هون كمان ننتبه نقسم الإشارة على الإشارة بعدين العدد على العدد. انا عم استناكم تحلوا هالتمارين هي وتبعتولي الحل، وشكرا لكم.